يا ساتر يا رب، ده ايه ده ايه ده ايه؟ اجواء شتويه بحته، فلازم انت بقى كوبايه الشاي كوبايه نسكافيه كده قبل الشغل تروق على دماغك. عندنا ايه النهارده؟ مراجعه انفينكس نوت 11، احدث موبايل من انفينكس في السوق المصري، بس مش الاقوى عشان الاقوى لسه جايب فيديو تاني فاتقل. ومعايا النهارده بقى النسخه الكبيره منه، ال 128 جيجا و6 جيجا رام، عشان اعمل لك تجربه العاب محترمه. فما تنساش تعمل لايك للفيديو لو انت بتحب تجربه الالعاب. المهم انفينكس جريئه قوي مع الاصدار ده، وده بسبب ان هي تنازلت عن بعض الحاجات اللي انا بحبها بصراحه بشكل شخصي، واضافت حاجات ممكن تكون مش المفضله بالنسبه لي بس ممكن تكون مفضله لناس تانية. هقول لك ايه اللي انا بقوله دلوقتي. الحاجات اللي عجباني اولا الديزاين يشد ويلفت جدا، ملفت قوي، خاصه ان هو نحيف جدا، وبروز الكاميرات يعتبر يعني مش كبير قوي، يعني صغير، يعتبر فيه بروز بس مش كبير، ودايره بالكفر اللي جاي مع الموبايل في العلبه. فبصراحه الديزاين عاجبني جدا، والشكل الظهر يعني بسيط جدا، ما بيلمش بصمات، مصنفر كده بيعمل صوت. بصراحه الديزاين جامد، وهو صحيح من البلاستيك بس خلاص احنا اتعودنا على البلاستيك في الفئه دي، بس ديزاين جامد بصراحه، وشكله شياكه وكله كده مات بلاك، حتى الحواف مش بتلمع، مطفيه، فتحس هو موبايل ابن ناس قوي كده، وكل حاجه يعني بسيطه وسيمبل. كمان عندنا هنا زرار بصمه مدفون كده في الجنب، تمام، وعندك زراير تعليق وتوطيه الصوت كويسه جدا، الصوت ده تقدر تلغيه من جوه لو مضايقك يعني. كمان عندنا من تحت خلاص انفليكس خلاص بقى بتدعم التايب سي، وكمان شوف زانقين يعني من كتر ما الموبايل رفيع تحس ان مدخل 3.5 مللي مزنوق كده في الحافه السفليه، ويا دوبك خلاص قرب يوصل للظهر، عشان هو اصلا من المنافذ السميكه او من العتاد السميك اللي بيبقى جوه الموبايل، اللي بيصعب على اي شركه انها تنحف او تخلي الموبايل بتاعها رفيع. فعشان كده في شركات كتير بتلجا انها تلغي اصلا مدخل 3.5 مللي عشان تخلي الموبايل بتاعها رفيع، بس هو هنا زنقوه كده زنقه، بص شوف عامل ازاي. وكمان عندنا خلاص تايب سي، عندنا سماعه سفليه واللي شغاله مع سماعه المكالمات علشان تديك صوت ستيريو، دي ميزه حلوه وانا بشجعها، بس هنا الصوت يعني هو جوده مقبوله يعني كويس، الصوت مش اعلى حاجه، صوت كويس يعني تصنيفه يعتبر عالي بس مش اعلى حاجه، في اعلى منه، فهنديله مثلا مقبول، بس كويس ان هم حاطين دول سبيكر في الفئه دي. ومش عارف ليه مش عالي زي اغلب موبايلات انفينكس، اغلب موبايلات انفينكس كانت بتدعم خاصيه اسمها دي تي اس، الخاصيه دي كانت بتعزز او بتعلي من الصوت وتخلي الصوت كده قوي وتخلي الصوت كده عالي من سماعات المكالمات وسماعات السفليه مع بعض، كان بتديك كده صوت ستيريو كده عالي قوي. فدي اول ملحوظه ممكن ناخدها على الموبايل. في بقى ملحوظه ثانيه، في ناس هتحبها وفي ناس مش هتحبها، الشاشه هنا بقت من نوع امولد، وده موبايل من انفينكس تقريبا يدعم الشاشه الامولد تقريبا يعني على حسب ما اتذكر، وده توجه هيعجب بعض الناس، ولكن اللي ممكن ما يعجبش بعض الناس ان الشاشه هنا بتدعم 60 هرتز بس، يعني هم تنازلوا عن الشاشه الاي بي اس اللي بتدعم 90 هرتز زي مثلا الموجوده في الانفينكس هوت 11 اس اللي لسه نازل من قريب، ده موبايل جايب نفس المعالج اللي موجود هنا تقريبا اللي هو الهيليو جي 88، وجايب شاشه اي بي اس 90 هرتز، هنا جايب شاشه اموليد ولكن 60 هرتز بس، التنوع كويس وكل حاجه، وان هو بيبقى يعني الشركه نفسها عاطيه لك موبايل بيدعم الحاجه دي وبيدعم الحاجه دي، بس عارف لو كانت اموليد 120 هرتز وتميز عن سلسله الهوت يا عم اموليد و90 هرتز بس بلاش 120، وتبقى برده مميزه عن سلسله الهوت اللي هي بشاشه اموليد، كان هيبقى كده الموضوع كده يعني حلو. هو توجه كويس بس كان عايز رشه ملح اخيره كده تظبط الدنيا، بس الشاشه هنا ممتازه بصراحه، صوتها عالي، الوان كويسه، كمان هنا بتدعم خاصيه الاولوز اند سبلاي اللي هتبين لك النوتيفيكيشن من غير ما تفتح الموبايل، فبتبقى خاصيه لطيفه مش وحشه بصراحه. السيستم هنا او النظام او واجهه انفينكس اللي هي الاصدار العاشر بصراحه سلسه وسريعه، وغيروا كده فيها من شكل الايقونات وبقى تحسها يعني اي او اس في نفسها شويه كده، وان كل كاتيجوري من التطبيقات متجمعه في فولدر كبير كده واضح وظاهر على الشاشه، يعني مثلا زي تطبيقات جوجل ما تفتحها تلاقي كده كل حاجه هنا، هنا زي تطبيقات السوشيال ميديا، طبعا برضو في حاجات متسطبه بشكل مسبق كعاده واجهه انفينكس بس انت تقدر تمسحها، في ناس بتتضايق من الاعلانات بس انت تقدر تلغيها، بس بصراحه الواجهه سلسه وسريعه وكل حاجه منظمه فيها، مفيش ما قابلتنيش فيها البجز او التعليقات، واجهه مستقره لطيفه، وكمان النوتيفيكيشن بار اتغير، وهنا وضع الدارك هنا مع الشاشه السوبر اموليد، فتحس الشاشه هنا يعني بص سوداء قوي قوي قوي، وهنا البكسلات مطفيه فعلا فهيوفر لك في البطاريه، فهنا بص بقى شكل النوتيفيكيشن بار بقى شكله شياكه قوي بصراحه، عاجبني قوي، واللي هو كمان عاملين هنا الاسود مع الاخضر
عشان شعار انفينكس بقى وكده، حاجات بسيطه بس جميله بصراحه، بتجمل شكل كده الموبايل. طب يا بيتر، بالنسبه للعتاد بقى الداخلي بتاع الموبايل، هنا زي ما قلت لك من شويه، الموبايل ده جاي من معالج هيليو جي 88، ده نفس المعالج اللي جاي في الانفينكس هوت 11 اس اللي احنا لسه عاملين له مراجعه من قريب كده، هيبقى بنفس الاداء، وهنا بطاريه 5000 ملي امبير، ولكن بتدعم الشحن السريع 33 واط على عكس الانفينكس هوت 11 اس اللي بيدعم 18 واط بس. فطبعا هنا الموبايل هيبقى بيشحن بشكل اسرع. هنا كمان مع النسخه ال 128 جيجا وال 6 جيجا رام، ودي هتدي اريحيه قوي للالعاب، خاصه لما بلعب العاب تقيله هيديك اريحيه وانت بتلعب ويطلع لك اعلى فريم ممكن من اللعبه. وتعالى بقى اخدك لفه في تجربه الالعاب. الناس اللي بتقول ان انت بيتا بتجرب تجربه العاب بس، فين يا صاحبي؟ ما انا كنت لسه بتكلم من شويه على الشاشه، وكنت بتكلم عن ديزاين الموبايل، لسه كمان شويه هتكلم لك على الكاميرا، لكن انت يا صاحبي اللي ما بتكملش الفيديو للاخر، انت بتخطف كده في فيديو كده كام دقيقه وتطلع تجري في الكومنتات تقول لي انت بتعمل تجربه العاب بس. يا صاحبي كمل الفيديو للاخر، كمل الفيديو للاخر، ولما تلاقي حاجه ناقصه تعالى عاتبني. ماشي ماشي. المهم يا ساتر يا رب، ده ايه ده ايه ده. المهم بقى تجربه الالعاب مشيت كالتالي. اولا طبعا بشحن الموبايل 100% وبقعد العب بقى. قعدت العب ببجي، وببجي هنا بتشغل اعلى حاجه على HD مع هاي فريم ريت، ولو قللت كواليتي على سموز هتاخد الترا فريم ريت اللي بيديك حوالي 40 فريم ل 45 فريم. صح، اللعبه كانت شغاله كويس جدا، وكنت حاسس كمان ان انا واخد اكتر من 45 فريم. اللعبه كانت شغاله بنعومه ويعني الدنيا سلسه كده، مش حاسس بتقطيعات، مش حاسس بتهنيجات، مش حاسس ان اللعبه بطيئه او عدد الفريمات قليل. بصراحه اللعبه كانت ممتازه جدا، واستجابه التاتش على الموبايل كانت برده كويسه جدا، خاصه انا بلعب باربع صوابع. بصراحه الموبايل كان اداؤه كويس جدا، وقعدت العب ساعه الا تلت. الموبايل ناقص من 100% ل 89%، يعني 11% استهلاك معقول، ممكن يكون عالي شويه بس يعني ما زال في الاطار المعقول، مش وحش. المهم قلت اخد لعبه كمان وبعد كده اقيس درجه الحراره بتاعت الموبايل، خاصه ان انا ما حسيتش اصلا بحراره في ايدي، ولا حتى الموبايل كان دافي، الموبايل ما حسيتش بيه في اي حاجه خالص. قلت اخد لعبه كمان، وقعدت العب كول اوف ديوتي، وكول اوف ديوتي هنا بتشغل اعلى حاجه على ميديم جرافيكس مع هاي فريم ريت، تعتبر مش اعلى حاجه، بس بصراحه اللعبه كانت شغاله جوه، انت مش هتحس ان هي شغاله على الكواليتي دي بس، مش هتحس ان هي شغاله على هاي فريم بس، هتحس ان هي شغاله على فيري هاي كمان. اللعبه كانت شغاله بسلاسه ونعومه ودنيا سريعه ودنيا سلسه، وحتى مع الحركات السريعه جوه اللعبه مفيش اي جليتشات بتحصل، مفيش تهنيجات بتحصل، مفيش اي حاجه بتحصل. بصراحه معالج كويس مع واجهه كويسه مستقره، ده الاداء المعتاد اللي احنا اتعودنا عليه من موبايلات انفينكس مؤخرا. واي حد اشترى موبايل انفينكس مؤخرا بعد مراجعتي بيقول لي يا بيتر الموبايل فعلا زي ما انت قلت في الفيديو، الموبايل اداء كويس وكل حاجه كويسه. بصراحه الموبايلات مؤخرا بقت كويسه جدا من حيث الشبكات، من حيث الوايرلس او الواي فاي او الاداء او الواجهه، كمان بقت مستقره عن واجهات تانية كتير. بتلاقي كل المستشعرات هنا، بروكسيمتي سنسور، كل حاجه، مفيش مشكله في المكالمات، بتلاقي كل حاجه موجوده في الموبايل. الموبايل ممكن يكون بيأثر في بعض الحاجات كده اللي هنتكلم عليها كده كمان شويه في الفيديو، ولكن هو مازال قيمه مقابل سعر ممتازه جدا، خاصه ان سعر مثلا النسخه اللي معايا دي 3666 جنيه، دي النسخه الكبيره، والنسخه الاصغر اللي هي 28 جيجا و4 جيجا رام دي سعرها 3400 جنيه، يعتبر مقابله للريدمي 10 من شاومي. وممكن نبقى هحاول اعمل لكم مقارنه ما بينهم. قعدت العب كول اوف ديوتي ربع ساعه، قلت اقيس درجه حراره، درجه حراره الموبايل كانت حوالي 36 37 في الرينج ده، ما كانتش بتطلع اعلى من كده، وانا فعلا ما كنتش حاسس الموبايل سخن اصلا في ايدي خالص. قلت اروح للعبه ثانيه زي بيس 2021، قعدت العب برده حوالي 10 دقائق او ربع ساعه مش متذكر، واللعبه برده كانت شغاله كويس، وانا كنت معلي الجرافيكس على اعلى حاجه، خلي الجرافيكس على هاي، وكنت مخلي اللعبه على 60 فريم، واللعبه كانت شغاله فعلا كويس جدا من غير ولا دروب في الفريمات واحد ولا تقطيعه واحده، بصراحه ده اللي حصل معايا. وبعد كده بعد ما خلصت اللعب قلت اقيس درجه الحراره، درجه الحراره عالت شويه، وصلت 38 39، ولو ما زال في الاطار المقبول، اي موبايل حتى 40 اطار مقبول جدا جدا جدا. بعدين رحت اللعبه ثانيه، لعبه افنجرز، اللعبه برده كانت شغاله كويس، مع انها فيها حركات كتيره سريعه قوي وفيها جرافيكس كتير، اللعبه كانت شغاله كويس من غير اي مشاكل خالص بصراحه. وبعدها بعد ما خلصت كده بعدها ب 10 دقايق ولا ربع ساعه، قلت اقيس درجه الحراره ثاني، برده لقيتها 39 38، احيانا بتوصل ل 40 في نقطه ولا نقطتين من الموبايل او على الشاشه كده. بصراحه كان الكلام ده جميل جدا، وده طبيعه الشاشات الاموليد، الشاشات الاموليد بتسخن شويه عن الشاشات الاي بي اس. تجربه العاب كانت سلسه سريعه كل حاجه، بعد ما خلصت لعبه حوالي اللي هو دام لمده ساعه او ساعه شويه، الموبايل وصل ل 79% يعني 21 او 22% من
البطاريه ناقصه بعد ساعه لعب او ساعه وشويه، فهو استخدام معقول يعني، ممكن يكون زياده شويه بس طالما عطيني اداء يعني مقبول وكويس في رينج سعر اللي هو تحت ال 4000 جنيه وشاشه اموليد دلع يعني، يعني مش عايز اكتر من كده بصراحه. وطبعا انت معاك بطاريه 5000 ملي امبير بعيدا عن الالعاب هتسد معاك اليوم والزياده، ما تقلقش من موضوع البطاريه ده خالص، ومعاك شحن سريع 33 واط، ده امورك متظبطه يا صديقي. بس انا انصحك خليك دايما في النسخه الكبيره 128 جيجا و6 جيجا رام عشان تفتح تطبيقات براحتك، ولو انت راجل جيمر او بتلعب وعايز تجيب في الرينج ده ال 6 جيجا رام هتخليك تلعب بشكل احسن من ال 4 جيجا رام، عشان الالعاب كده يعني زي ما تقول كده تقعد كده وترحرح في الرام فتديك اداء كويس. تعالوا بقى نروح لنقطه تانية وهي نقطه الكاميرات، وهنا الكاميرا الاساسيه مميزينها في اطار كبير كده اللي هي 50 ميجا بكسل، وعندك كاميرتين تانيين، كاميرا 2 ميجا بكسل علشان البورتريه وكاميرا تانية كده عشان الاي اي او تحسن من وضع التصوير، لكن للاسف مفيش كاميرا الترا وايد. عندك الكاميرا الاماميه موجوده في نوتش، وانا بصراحه مش بحب النوتش ده قوي، بس هي يعتبر مش واكله كتير من شاشه الموبايل، الموبايل تعتبر الحواف يعني صغيره جدا، ولكن انا بقيت خلاص بحس اللي هو النوتش ده بقى قديم شويه يعني، انا بقيت احب البانش هول، ولكن مقبوله مش وحشه. فيها كاميرا 16 ميجا بكسل، وجنبها هنا محفور في اطار الموبايل الحافه اللي فوق قوي دي، هنا محفور فلاش لو احتاجته وانت بتصور مثلا بالليل ولا حاجه، بس ما انصحكش انك تستخدمه عشان هيتسع لك الصوره. المهم تجربه الكاميرات على الموبايل ده، الكاميرا الخلفيه مثلا كويسه جدا بصراحه، الكاميرا بتطلع صور مقبوله جدا حتى في ظروف الاضاءه الضعيفه، ولو استخدمت وضع السوبر نايت بيطلع لك صوره احسن وفيها الوان احسن وفيها كلر كده وساتوريشن وتلاقي شاربنس كده. الكاميرا السيلفي بقى في اضاءه ضعيفه يعني مش افضل حاجه بصراحه، لا يعني في افضل منها، تطلع صوره مقبوله مش وحشه، هي مقبوله يعني صور حلوه تقدر تاخدها كده تعدل عليها شويه وترفعها على انستجرام ترفعها على الفيسبوك والكلام ده. ولكن اللي ما عجبنيش فيها خالص بقى وضع البورتري، ما بيظبطش احيانا كده، مش بيقص الشخص بالظبط، احيانا كده كتير بيغلط، فمحتاج سوفت وير كده ابديت يظبط الدنيا شويه. فالكاميرا السيلفي بصراحه انا ما كنتش مبسوط منها زي الكاميرا الخلفيه، الكاميرا الخلفيه كنت مراضي عنها، حلوه شغاله اعطاني اداء مقبول اللي اقدر اصور صور بشكل كويس، لكن السيلفي بصراحه اداء متواضع شويه يعني مش افضل حاجه. الفينكس محتاجه لسه في الواجهه تشتغل شويه على تعديل الصور، يعني ما بيحصلش تعديل جامد على الصور، هي بتطلع لك الصوره زي ما انت لقيتها كده بالظبط بدون اي اضافات بدون اي حاجه، فانت الواحد ما بتعرفش تعدل على الصور يعني مش هتبقى راضي قوي. لكن انت الواحد ليك في تعديل على الصور، بتاخد الصوره تعدلها عليها شويه قبل ما ترفعها على اي سوشيال ميديا، يعني هتبقى مبسوط مش هتبقى متضايق. ملخصا الموبايل ده كويس عاجبني جدا بصراحه، وخاصه الديزاين شكله شيك، اول ديزاين كده من فينكس احس الموبايل اولا مقبول، حجم الشاشه مش كبير 6.7 انش فمقبول جدا، حجم الموبايل في الايد مقبول جدا، اول موبايل من فينكس اقول عليه حجمه مقبول كده، الفينكس كلها بتتجه لاحجام شاشه 6.9 انش لو بيبقى داخل على 7 انش، فده حجم موبايل مقبول، بالاضافه اللي هو وزنه خفيف، الموبايل فعلا خفيف جدا، بالاضافه اللي هو نحيف مش سميك، فمسكه الموبايل في ايد محترمه جدا، ومسكه الموبايل في الايد هتريحك مش هتضايقك، موبايل خفيف وشكله شيك في ايدك، عاجبني الديزاين بجد فعلا بتاع الموبايل ده. طيب بعض ملاحظات على الموبايل زي ان صوت الستيريو مش اعلى حاجه بس هو صوت مقبول جدا، الكاميرا السيلفي يعني محتاجه تحسينات كتيره، دول اكتر ملحوظتين على الموبايل تاخد بالك منهم قبل ما تشتري الموبايل ده، انت متقبله جو اون واشتري الموبايل فعلا هتنبسط معاه، موبايل حلو جدا شكله شياكه ومش هيضايقك مثلا لو انت راجل جيمر او بتحب تلعب العاب تقيله، الموبايل هيبقى سادد ومؤدي معاك. انصحك جدا 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 بالموبايل ده، موبايل محترم جدا كاغلى موبايلات انفينكس اللي انا جربتها مؤخرا، فعلا هم اشتغلوا على نفسهم كتير قوي 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 قوي، وفعلا موبايلات كويسه جدا. اخيرا خلصت، فكده انا هكون خلصت الفيديو، فما تنساش تشاركني تحت بتجربتك مع اي موبايل انفينكس اشتريته من خلالي، قول لي تجربتك مع الموبايل كانت عامله ازاي، هل الموبايل فيه حاجه غير اللي انا قلتها في الفيديو. بس يا سيدي فده كان كده تجربه الالعاب انفينكس نوت 11، استنوا بقى النوت 11 برو الوحش بقى الكبير، فانت لو لسه مش عامل اشتراك للقناه اعمل اشتراك للقناه عشان تشوف تجربه الالعاب انفينكس نوت 11 برو، ولو انت بتحب تجربه الالعاب ما تنساش تعمل لايك بقى للفيديو وتقول لي بقى انا بحب تجربه الالعاب تحت الفيديو في الكومنتات يا صاحبي كده، شاركني كده برايك. بس يا سيدي واشوفك على خير الفيديو الجاي، سلام.